التحدي الأخطر بالنسبة للقوات المقاتلة كان أسلوب مجابهة دبابات العدو. بشير إلى معلومة إن طبقاً لتعقيدات مسائل اقتحام قناة السويس والعبور، قوات المشاة كانت أو حصل بقى فعلاً إنها قتلت من 10 إلى 12 ساعة دون دبابة واحدة. وكان لإسرائيل في هذا التوقيت صنف عين 300 دبابة بصفة دائمة، وإذا تمت التعبئة تزيد تبقى 900 دبابة. هذا يعني في الحد الأدنى أن قوات المشاة التي ستهاجم على 300 دبابة يجب أن يكون معاهم 600 دبابة إلى 900 دبابة. 12 ساعة ما همش ولا دبابة. طبقاً للإحصائيات التي صدرت على الجانب الإسرائيلي رسمياً من الجنرال شارون والجنرال إبراهام أدان، لحد الساعة 1 بالليل صباح 7 أكتوبر، يعني حوالي 10 ساعات من العبور، الفرقة سينا 300 دبابة تكبدت 180 دبابة خسائر من 290، نسبة خسائر 63% طبقاً لتقديرات وإحصائيات الجانب الإسرائيلي. التحدي اللي بعد مجابهة الدبابات كان أسلوب نظرية الأمن اللي كانوا بيرتكنوا ليها في التمسك بقناة السويس، ودي تمت بإجراءات عديدة، منها القوات البحرية في قفل باب المندب، منها أن تم الهجوم على خط بارليف على امتداد القناة 170-180 كيلو بقوة 5 فرق، وبالتالي الحدود الأمنة لم تعد قائمة.